الكلام اللي احنا بصينا بيه انك انت النهارده لما بتبتدي تجيب الخواجات لمدينه دمياط حضرتك النهارده هيبتدي يقدر يطلع بعد كده السياحه، انت عندك فنادق جديده اتعملت في منطقه الاستاد النهارده، ده فتح برضه مجال ان احنا السياحه تزدهر في مدينه دمياط، الناس كله برضه مرتبط بالقاهره والدول المناطق الطبيعيه زي الشرم والغردقه والرخ واسوان، نخلق برضه رجل سياحيه على مدينه دمياط. بورسعيد اوريدي السياحه بتاعت السفن بتشيلها وبينزلوا سياحه في اليوم الواحد من بورسعيد للقاهره ويردوا تاني، انما دمياط اعتقد ان السياحه فيها قليله جدا، فبالتالي ده برضه سبيل تاني ان احنا بجانب ان احنا بنحاول نشتغل على الصناعه ونزود قدراتها ان احنا نفتح مجال تاني ان الناس ترجع تقول المدينه كانت جميله، ان احنا نقدر فعلا منطقه الاسلام دي تحفه وحلوه في السياحه حتى الصيفيه في مدينه